فخامة الرئيس وهو بيتكلم شاف بنت بتبكي اسمها رودين، ده من خلال لقائه مع الآلاف المحتشدة في استقباله من أبناء محافظة بني سويف ومتطوعين التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وحياة كريمة وهكذا. إلا أنه لفت نظره بكاء هذه الطفلة، فالرئيس يطلب من الحاضرين من أهالي بني سويف أن هم يصفقوا للطفلة بعد ما قابلها وقف اتكلم معاها وبس راسها. خلونا نشوف اللقطة دي وبعدين هنكمل الكلام، بس اصبروا عليا. تعالي تعالي البنت دي، تعالي 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 البنت دي، تعالي تعالي. ليه ليه بتعيطي ليه؟ ليه ليه ليه؟ هاتي ليه؟ ايه؟ 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 طب لو اللي يبقى فرحان يعيط. ليه كده؟ طب نسقف لها كلنا بقى، نسقف لها لو سمحتوا. خلاص؟ خلاص؟ أبوسك؟ ها؟ أبوسك ممكن؟ براحتي خالص؟ طيب. متشكرين، على مهلي. متشكرين جدا، متشكرين جدا على كل حاجة بتعملوها.